اليوم غادي تشوف الدهيبي اللي غادي يشفروا شفار، وداك الشفار نيت غادي يشفروا شفار اخر. كي دار ليها؟ لا ما تسولنيش هاد السؤال، سولني كيفاش الشفار الثاني غادي يشفرهم وما غاديش يحرق عليها. الهوته ديال 6 الصباح دار لهم بلان ديال الفياق بكري، ضرب لهم الذهب خونا هو يشري. واقعة ما يمكنش تخيلها، وباش غتسالي ما طيحش لك على الباب. وصل ميمون في الكار هو الوليدة عنده اللي كانوا جايين من ناظور في اتجاه الرباط باش يشوف لها شي طبيب اللي غادي يكشف لها على الحالة ديالها. كانت مريضة بزاف وحالتها صعيبة، عيات ما تدور عند الأطباء في المدينة ديالها. أما الميكلة في يدها شبعانة غير دوا سكانيرات اللي كانت خداتهم مع هاد الأطباء اللي شافتهم. كانت الأم ديال ميمون دارين ركابي ما كتقدرش توقف، والصداع كتحس فيه في الجسم ديالها كامل. قررت أنها تجي الرباط لعل وعسى نفعوها شي أطباء دوا الاختصاص. ملي وصلوا كان الحال بدا كيضل معلم شويه. ملي شاف ميمون في المكانه ديالو لقاها 5 ديال العشيه، يعني فات عليهم الحال باش يلقاو شي طبيب، والحل غادي تخصهم شي بلاصه اللي يدوزوا فيها الايام اللي غادي يشوفوا فيها الطبيب ويتسنوا فيها التحاليل. ويتفكر ميمون بلي شحال هادي فاش جا الرباط واخوه كانوا مشاو لواحد لوطيل او شبه اوطيل قريب الباب حد كانوا باتوا فيه. ويش الطاكسي قال لي عافاك وصلني لهاد الوجهه. وصلوا مول الطاكسي البلاصه اللي قال لي ميمون. دخل داك الوطيل لقى واحد السيد مكلف تمايا. قال لي ميمون عافاك راه باغي شي شومبر انا والوالده عندي. قال لي داك المكلف بالوطيل قعدنا غير شومبر واحد الا بغيتي. قال لي ميمون ماشي مشكل نطلعو ناخدو. ملي طلع باش يوريهم مول الوطيل الشومبر اللي غادي يدوز فيه ميمون والام ديالو داك 3 ايام، كيلقاو داك الشومبر فيه جوج ديال الناموسيات ولكن ما كاينش فيه الطواليت. تردد ميلون وبغى يقول لي بلي صافي صافي ما بقيناش بغينا نباتو، ولكن كيسمع مو وهي كتخرج واحد الصوت ديال الالم. عرف بلي مو مابقاش تقادر تدور على رجليها. داكشي علاش قال لي صافي غادي ناخدو غير الا بغينا نستعملو الطواليت في القهوه. ويقول لي ذاك مول الوطيل بلي راه كاين واحد مشترك في الاخر تاع الزنقه. قال لي شكرا وسدو عليهم البيت. عاد الام ديال ميمون تسرحات شويه ودقات القلب ديالها شدو الريتم ديالها، ولكن بالنسبه لميمون عاد غادي يطلعوا ليه ويوصلوا للبلافون. تشويق والإثارة غادي يرجعوا لي تاني. هاد ميمون اللي كنهضروا عليه اليوم كيمتهن تهريب ديال السلعة من مليليا، وهذيك هي الخدمة ديالو وهي باش كيعيش. وليني هادشي اللي غادي يعيشو فهاد لوطيل عالم تاني، وهو اللي كان كيفكر غادي يبدل بيه مستقبلو. الصدفة واللي فيه شي فيس راه ما عمرو يحيد منه ولو يلقاو لي طونوفيس. والشيخة راه ما كتنساش هزال الكشافة. أرا لي يا سيدي ميمون غادي يخرج يجيب الأم ديالو الحليب والخبز باش تعشى، والالم اللي كانت كتحس به مابقى كيخليها تاكل حتى شي حاجه وما عداش منين دوز ليها. وفعلا ما فاتتش كاس ديال الحليب. وصلت العشرة ديال الليل طفى ميمون الضو وكل واحد تكى في بلاصتو، مو في جيه وهو في جيه، وهو متشكي كل مره كيسمع اصوات مختلفه ديال الناس كدوز. وقد ما تزاد الوقت الصوت ديال الساعه ديال الطوموبيلات كيقل، وليني كيتزاد يسمع الصوت ديال الخوطه ديال الناس اللي كيدخلوا الشومبرات ديال والبيبان اللي كيتردخو. وصلت جوج اللي كلشي نعس، بقى ميمون هو اللي فايق. الصوت تقطع وبقى كيتسمع غير الصوت ديال الام ديالو مزوج بالالام. واحد اللحظه كيتسمع بحال صوت ديال الطالون طرق 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 ديال المراه ومعها واحد الراجل، والكلام ديالهم ما مفهومش لانه بين مخلط مع الماحي عبار بينين. من خلال الهضره ديالهم جايبين الكاو سكرانين لو. في ديك اللحظه هو يسمع ميمون بلي الباب اللي قريب من الباب ديالهم فين كارين تحل. اذا ديك المراه والراجل شادين الشومبر اللي ملاصق مع الشومبر ديالهم. فاش دخلوا ولا كيسمع الصوت ديال الهضره ديالهم بحال اللي جالسين حداهم. هو يسمع ميمون غير تقول المراه لديك الراجل حامي شنو هو اللي غادي يجيني انا في حقي في هاد الهوته. هو يقول لهذاك الراجل شوف يا بيبي سوا كلشي ديال هاد الضربه اللي ضربنا اليوم العالميه غادي نصوفاو راه 56 مليون وزيد عليها الذهب كامل غادي نتبرى. وهي تقول لي ديك المراه اللي سميتها سعاد راه مخليهم حدايا. ويجاوب الراجل قال لا هما في البلاكا حتى الصباح ونبرعك. ميمون راه غير كيسمع في الحوار اللي كيدور في الشومبر حداه، كيسمع الفلوس والذهب حداه ويديه كياكلو اصلا، وليني ما لقاش كيدير داكشي. قال نعس حسن ليا. ميمون ما غادي تفيقو غير مو فسمعت الاذان ديال الفجر، نوضاتو بجدها للطواليت باش توضى، وهو غادي بالام ديالو كيبان ليه داك الشومبر اللي حداه اللي كان داير فيه الحوار محلول. ضربت ليلى بعينو كيبان لي جوج ناعسين في ديك البيت وما كيفدفدوش بينين شبعانين شرا. مشات متوضات وتما تراجع
دخلت البيت بدات كتصلي ويخرج من موراها رجع للبيت اللي فيه الساك كيتسلت غادي بخطوات محسوبي بشويه بشويه والقلب ديالو كيضرب 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 دوك جوج غارقين في نعاسهم من تاثير ديال 40 دوغري ديال الشراء قراعي مليوحين في كاع القناص ويه الساك بيمون خرج بالزربه مشى للطواليت باش يشوف اش كاين فيه كيلقى بزاف ديال الرزامي من الفئه تاع مليون واحد الحجم المتوسط بيل وشي ذهب مختلف ما بين السناسل وخواتم غادي يخرج ديك الساعه من الطواليت وغادي يمشي ديريكت للزنقه غادي تحيد داكشي اللي كان في الساك غادي يديرو في ميكا كحله وغادي يجيب جوج كيسان تاع اتاي واحد ليه واحد الام ديالو وبداو كيفطروا وهما كيفطروا كيسمع دوك الكارين حداهم الراجل كيقول للمراه والله ما تحطي الساك هي تندبحك والمراه كتقول لي تايا باغي ديريها بيا وتقاولبني والله ما نتفاك معاك ناض الصداع في ديك الشومبر ويطلع ليهم من الاوتيل قال لهم شوفوا الا كنتو باغيين تفارينو مع بعضياتكم خرجوا برا وفاريو هنا راه غنجيب لكم بوليس دوك شو خلعوا وديك الساعه خرجوا ومشاو بحالاتهم وما بقى عارف عليهم ميمون والو داز ديك النهار لقاو بواحد الغفله شد داك الفلوس داك يحسب فيهم لقاو فعلا 56 مليون هذا الذهب داز ديك 3 ايام ميمون قال الفلوس صافي ضمنتهم خرجوا التحاليل يعني مو مبقاتش عندها ما دير في الرباط قصدوا المحطه ديال الكار الوجهه هاد المره من الرباط الناظور فاش كانوا غاديين شادين طريق في الكار ميمون بدا كيتخيل اش غادي يدير بدك الفلوس مره كيقول نشري تاكسي مره كيقول ندير شي مشروع ونسوفي راسي لا 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 جليجه جليجه ثم الجليجه تي دار شي تاوي واحد اللحظه كيوقف الكار هما يتمو طالعين جوندار هما غاديين كيدورو هما يوقفوا ديريكت حدا ميمون قال لي اجي انت فين كنتي ها فين غادي قال لي ميمون كنت في الرباط ديت امي عند الطبيب وهادي اللي حدايا راه هي امي بقى كيشوف في داك الدراكي واحد اللحظه هو يزيد وخلاه عاد فاش رجعت الروح في ميمون قال فلت منا وليني اللي ما كانش عارف باللي راه كانت نايضه قربانه على داكشي اللي دا الرباط كانت مقلوبه على شكون اللي شغل المحل اللي دا وفي نفس النهار غادي تدخل واحد المراه كتجري حفيان الكوميساري كتبلغ على واحد باغي يذبحها وهو نفسه اللي كان في الشومبر حدا ميمون او بمعنى اخر اللي راه دخل ميمون لقطوا داك الجوج اللي كانوا شافروا الذهب ملي حقوا معاهم واعترفوا ليهم قال لهم فين هما الفلوس والذهب عاودوا ليهم كيفاش باللي كانوا سكرانين وحطوا داك الشيء في البلاكار وفاش فاقوا ما لقاو والو البوليس استدعوهم من لوطيل خدوهم من عنده الاقوال ديال وليسا كاع ديال اللي كانوا داك النهار وسولوا واش شاف شي واحد خارج في الصباح بكري قال لهم فعلا خرج واحد هاز الصاك ورجع بميكا كحله وجوج كيسان ديال اتاي استدعوا كاع اللي كانوا في لوطيل بحكم المعلومات كيكونوا مسجلين كلشي خدوه من عنده الاقوال الا ميمون مع كان بعيد في العروبيه تاع الناظور ما وصلت للاستدعاء حتى دازت واحد السيمانه ملي جابوا لي الدرك ديك الاستدعاء قال صافي حصلت ولا باغي يهرب يمشي المليليا ولا يعلق بحال تو السباليون تلف واحد شويه يقول اش غدير ليليها ليها غادي نمشي قصد البوليس وبالفعل مشى وبداو كيحقوا معاه اش كنتي كدير في الرباط علاش خرجت بكري فين مشيتي جاوبهم على كل شيء الا الساك اللي فيه الفلوس والذهب ما كرش لهم بي عيو معاه وليني والو هنايا ما تبتاتش عليه شي حاجه وتلقوه رجع بحالاته ارى ليا كيفاش غيديروا ليه حتى يشدو شوف ديال الناس ديال الناس عام وهما سارحينو حتى قال صافي تنسيت فلوس الذهب كان خاشيهم في واحد المطموره عندهم في الدار وما قربش ليهم واحد النهار ميمون غادي يجي عنده واحد صحيبو صيفطينو قال لي تما في خبارك شي ميمون قال لي لا قال لي دف مني اللي راه داير غزاوه قال لي انت اش كتقول قال لي صحيبي اللي عنده الذهب وباغي يبيعو غادي يدبر على راسو مزيان ميمون غادي يجبد الميمون اللي كان خازن في المطموره كان جرب بالسلسله وشي خويت ما لا صدقوا نجيب ليهم شي لاخر راه الهاوته دابا شحال قدام بقى خازنه طمع عماه ولكن راه ديال الناس ديال الناس ما بغى يدخل المليليا قام كيتسناو فيه ديال من هادشي قال لهم ديالي فينا هما الرواسة ما عنديش ويخرج لي المحقق اللي حقق معاه هادي عام ويقول لي صحيبي ميمون اللي فراس جمال راه فراس جمال عام وحنا حاضرين كود جمال طمعشي ودابا راه حصل شي صحيبك راه دار بك هما يديو قال لهم بكل شي وتا هو مشى يسبيري لقاو الفلوس الذهب مازال هي هي ما تنقص منه والو مشى فابور
داكشي رجع لمولاه وهو صيفطو الغويله ودوز فيها سنين طويله فابور. هنايا الخوت سالات الحلقه ديال هاد النهار، و الى عجباتكم ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناه. احبكم في الله، تهلاو في راسكم الخوت.